ولمناقشة الموضوع معنا من لندن الكاتب السياسي العراقي الأستاذ مازن التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. بداية، العبادي اتهم جهات سياسية بالتسبب بالتدهور الأمني لتمرير صفقات تشكيل الحكومة، كيف تقرؤون هذا الاتهام لا سيما وأن موجة الاغتيالات تصاعدت بالتزامن مع اشتداد الصراع السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وإلى المشاهدين. عملية توزيع الاتهامات هاي مسألة يعني ليس جديدة على الساسة العراقيين، لأنهم جميعهم يشترك فيما حصل بالعراق، سواء من جرائم، من اختطاف، من طائفية. فبالتالي عملية أن يتهم طرف على حساب طرف هذه ما تعبر على العراقيين. نحن نعرف من يقوم بالجرائم، ونحن نعرف من وراء هذه الجرائم. دولة فيها أكثر من 120 ميليشيا، وهذه الميليشيات لها صلاحية مطلقة أكثر من صلاحية الدولة، ومسلحة بتسليح نوعي أكثر من تسليح الدولة. فبالتالي هذه الدولة تقودها هذه الميليشيات، وبالتالي من يقوم بهذه العمليات هي الميليشيات، والميليشيات موزعة على كل الأحزاب والكتل السياسية التي تديرها إيران والتي تقودها إيران. وبالتالي فمعروف من هو الجاني، ومعروف من هو القاتل، ومعروف من هو السارق. هذه يعني عملية إذا أراد أن رئيس وزراء أو غيره أن يتهم طرف وهو جزء من هذه الأطراف، وهو مسؤول الأول عن ما يرتكب بالجرائم، لأن لغاية الآن لم يقدم أي طرف اتهم بالجرائم وبالسرقات وبكل ما حصل إلى القضاء. بالعكس، يحاكم البريء ويطلق سراح المجرم والجاني. فبالتالي يعني حتى العبادي عندما تسيد الحكم كان أول ما دشن حكمه بشعار الإصلاحات. أين هي الإصلاحات؟ 4 سنوات ماذا قدمت العبادي وحكومة العبادي من إنجازات العراق غير الدمار والقتل؟ وآخرها قبل الانتخابات الاختطافات والقتل وقتل النساء وقتل الرجال، وحدث ولا حرج. فبالتالي أنا أعتقد هذا هو ديدن العملية السياسية، لأنه وجدت لقتل العراقيين، وجدت لنهب العراقيين، وبالتالي المستفيد الأول هي إيران بالدرجة الأولى، وأيضا من صنع العملية هي أمريكا أيضا. طيب، يعني مقتدى الصدر بعد الانتخابات صدع رؤوس العراقيين بتغيير الوجوه ووعود انتخابية كثيرة، لكن فوز عبد المهدي برئاسة الحكومة ألا يناقض الحديث عن تشكيل حكومة كفاءات ووجوه جديدة وغيرها من تلك الوعود التي وعدوا بها الشعب العراقي؟ تعودنا على الصدر أنه يطرح الشعارات الرنانة والمواقف الرنانة، ولكننا قلنا ونقول وقلناها سابقا، الصدر هو أحد الأعمدة التي تخضع إلى نفوذ إيران وسياسة إيران، ويؤتمر بأوامر إيران، وأحيانا يحاول أن يركب الموجة على أنه يلبس الموقف الذي يتبنى على أنه موقف وطني، ويحاول أن يدغدغ عواطف الشارع. لكن وهذا هو جزء من الأدوار والمهمات التي يكلف بها من قبل إيران أن يقوم بهذا الدور، وبالتالي هو بالمحصلة يخضع بالمطلق إلى كل. نرجع إلى كل الحكومات اللي شكلت، كان صوت مقتدى صدر قبل تشكيل الحكومة أنه رافض، وعلى جثتي لا يصير العبادي أو المالكي وغيره، وبالنهاية يخضع إلى ما يؤمر به من قبل قاسم سليمان. وحتى هذا عادل عبد المهدي وغيره، قبل عقد جلسة البرلمان بيوم كان قاسم سليماني في المنطقة الخضراء، وأرسل على كل قيادات الكتل السياسية والأحزاب جميعا بدون استثناء، وأعطى أوامره أن يكون الرئيس الجمهورية برهم، وأن يكون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وخطأ يقال أنه عادل عبد المهدي جاء توافقي، وهو شخصية توافقية. عادل عبد المهدي هو أحد رجالات إيران، وتربى في إيران وترعرع في إيران، وهناك حتى الذين قاموا بسرقة مصرف الزوية وقتلوا من كان من الحراسات في المصرف ذهبوا إلى إيران واحتموا في إيران. وأيضا هناك من عادل عبد المهدي أيام الحرب القادسية. يعني تتفق أن الرئاسات الثلاث من يتسنى مناصبها هم رجالات إيران، وأن هذا مكسب لطهران كما قال صحيفة الأخبار اللبنانية؟ هو انتصار بالمطلق إلى إيران، لأنه إيران هي من عينت رئيس البرلمان. يعني فرضت أن يكون رئيس البرلمان الحلبوسي، إيران هي من جاءت ببرهم صالح، وطبعا برهم صالح ينتسب إلى الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المعروف بتبعيته إلى إيران، والمعروف بكيف إيران تحكم هذا الحزب.
وكذلك عادل عبد المهدي هو كان من في المجلس الأعلى الإسلامي، وحتى عملية خروجه من المجلس الأعلى الإسلامي بتوجيه إيراني لكي يعطوه الدور على أنه شخصية مستقلة وبالتالي لا يحسب على حزب ولا ينتمي إلى جهة معينة، وكان الاحتياط المضموم لإيران في هذه المرحلة هو عادل عبد المهدي. جيء به الآن حتى يقال أنه هذا الرجل ما ينتمي إلى حزب ورح يشكل، هسه تلاحظ أول تصريحات إلى يوعد بالإصلاحات وسيجعل من العراق واحة من الأمان والاستقرار، وهذه هي ديدن العملية السياسية بنيت على أساس الطائفية والمحاصصة وتعززت في هذه النتائج. لكن القضية المهمة رئاسة الجمهورية حتى لو كان منصبا شرفيا انتخاب برهم صالح، برهم صالح كما خرج في الفيديو الآن في استفتاء الاستقلال قال أنا أصوت من أجل الحرية ومن أجل الظلم التاريخي ضد شعبنا، أصوت لاستقلال الإقليم، هذا يعني أنه يعتبر العراق محتل لبلده وظالم له، ألا تعتبر هذه بحد ذاتها خيانة عظمى حسب الدستور؟ ومن فيهم شريف بالعملية السياسية حتى برهم صالح هو خائن، جميعهم خونة، جميعهم قبلوا أن يأتوا مع المحتل وجميعهم مارس عملية القتل والنهب. نعم هذه إهانة إلهم عندما يرشح رئيس جمهورية لا يؤمن بوحدة العراق ويقسم على أنه يحافظ على وحدة العراق وهذا هو كذاب، وبدليل أنه هو يؤمن بالانفصال ويؤمن بتقسيم العراق ولكنه جميعهم متشابهون، فسواء إذا كان هو الآخرين يدعون وحدة العراق هم أيضا يعملون من ذبح، يعني هو اللي يتآمر على العراق ويسلم العراق إلى إيران ويقبل لإيران أن تتحكم بالشأن العراقي وبالقرار العراقي، هو حريص على وحدة العراق أو سيكون غيور وينتفض ضد برهم صالح عندما يقول أنا ضد وحدة العراق أو أريد تقسيم العراق أو أريد أن أنفصل. نعم. جميعهم شركاء في ذبح العراق، جميع العراق مقصوف والخاطفين هم هذه العصابة التي تقود العملية السياسية، وهذه حقيقة يعرفها القريب والبعيد. أستاذ مازن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدعو الحكومة في بغداد لعدم الخضوع للإملاءات الإيرانية الحكومة المقبلة، كيف سينعكس الصراع الأمريكي الإيراني على الوضع في العراق بعد طي صفحة الصراع على رئاسة الحكومة والجمهورية؟ احنا يعني انا من وجهة نظري الشخصية نسمع هذه امريكا تريد ان تقزم دور ايران، امريكا تريد ان تحارب ايران، واذا تأتي نتائج الانتخابات البرلمانية بفوز جماعة إيران وعملاء إيران، إذا كانت في الدورة السابقة عدد أعضاء البرلمان أقل من 155 خاضع إلى إيران، الآن فازوا التحالف ب 187 مقعد اللي هو تحالف إيراني بامتياز. أمريكا تريد أن تضعف دور إيران في العراق، أمريكا تتفرج كيف قاسم سليماني يدخل إلى العراق وهي تدعي أنه على قائمة الإرهاب ويحضر بالمنطقة الخضراء جوار السفير الأمريكي بعد أمتار ويرسم خارطة المشهد السياسي القادم، فإذا هناك أكو توافق أمريكي إيراني داخل العراق وهذا غير معلن، وبدليل هذه الأدوار يعني هل من المعقول أمريكا تدعي أنه تريد أن تحارب إيران وتعطي حكومة كاملة بالمطلق إلى إيران تحت سيطرة إيران من رئيس جمهورية من رئيس برلمانة من رئيس وزراء؟ هذا كذب وهذا ضحك على الذقون، أمريكا هي من تريد للعراق أن يكون ضعيفا وفي حالة فوضى، ربما أمريكا تختلف مع إيران خارج ساحة العراق وخارج دولة العراق في مناطق معينة أخرى حسب مصالحها، لكنها في العراق تريد لإيران أن تهيمن. الكاتب السياسي مازن تميمي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.